لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمدٍ صلاةً تشرح بها صدورنا، وتيسِّر بها أمورنا، وتقضي بها حاجاتنا، وتغفر بها ذنوبنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الأحبة، أحد الإخوة الحضور ذكرني مجزياً الخير الجزيل بأن أذكر نفسي وأحبابي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال بعد كل صلاة، وهذا إتمام للموضوع الذي نهيته في الجمعة الماضية. كان صلى الله عليه وسلم يفعل بعد كل صلاة أربعة أمور أمر بها وفعلها صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمور الأربعة هي الحقيقة يعني إتمام للنقص الذي يمكن أن يحصل في الصلاة، وجبر للخلل الذي يمكن أن يكون في صلاة العبد. هذه أمور أربعة، أولها كان صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا ثوبان ابن جحدر، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، بعد كل صلاة يستغفر الله ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل خلل في صلاته، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يغيب عن الله طرفة عين، قلبه وهو نائم مع الله سبحانه وتعالى، ولكن أراد أن يعلمنا ما نقوله بعد الصلاة. كان يستغفر الله ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأقل الاستغفار أن تقول: أستغفر الله، دبر كل صلاة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. لكن اعتاد أهل الشام أهل البركة والخير أن يستغفروا الله دبر كل صلاة بالاستغفار الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية للإمام الترمذي، قال: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه صيغة من صيغ الاستغفار، فيها استغفار وإثبات لتوحيد الله، وتوسل إلى الله بأربعة أسماء من أسمائه. من قالها غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف، يعني إن ارتكب كبيرة الفرار من الزحف، وهي كبيرة عظيمة. فنحن نستغفر الله ثلاثا بهذه الصيغة، ثم نقول: اللهم أنت السلام، نخاطب الله عز وجل باسمه العظيم السلام الذي وصف به نفسه، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والسلام هو المنزه عن كل عيب وكل نقص. اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة منك لا من غيرك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، نطلب منك السلامة. تباركت، أي تعاظم خيرك وعظم برك. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والإحسان. بعض الناس مثلا يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأولى أن نتقيد بما أمر به وفعله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من يقول: تباركت وتعاليت، وفي هذا الموضع لم تقترن هذه الكلمة. نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا أولا. وقد ورد عند الإمام الترمذي والإمام أبي داود عن سيدنا معاذ بن جبل أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، معاذ بن جبل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال: والله يا معاذ إني لأحبك،
والله يا معاذ إني لأحبك، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه ابن زيد. فقال لا معاذ ده معاذ بن جبل، قال والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا مما يقال بعد الصلاة. والأمر الثالث بعد الاستغفار، اللهم أنت السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أنصحك أيها الأخ الحبيب بالمحافظة على آية الكرسي دبر كل صلاة. طبعا آية الكرسي تعلمون أنها أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، لكن الحديث الذي أشير إلى قراءتها في دبر كل صلاة قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني الفاصل بينه وبين الجنة هو الموت. إذا حافظ على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة. الأمر الأخير وأيها الأحبة، أمور أربع بعد كل صلاة افعلها، هذه نصيحة عظيمة أيها الأحبة، ونحن الصلاة نكررها في كل يوم 5 مرات، فهذه 5 مجالس للذكر. أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأمر الرابع أن تحافظ على التسبيحات دبر كل صلاة. كثير من الناس أيها الأحبة، وأنا أراهم، أنا إمام مسجد منذ القديم، أرى ناس يعني يأتون إلى الصلاة مجرد ما سلم الإمام يمضي بعد الصلاة ماشيا، طب اجلس وسبح. الآن جلست أنت في انتظار صلاة الفجر، أحيانا تنتظر أحيانا ربع ساعة، في انتظار صلاة العصر والظهر تنتظر ربع ساعة، يعني اجلس لمدة دقيقة وسبح هذه التسبيحات، فيها خير عظيم وكبير. روى الإمام مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح دبر كل صلاة 33 أو 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 قال فتلك 99، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بس مرة واحدة بتقول دون دقيقة واحدة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وزبد البحر هي الرغوة البيضاء التي نراها على في بحور الدنيا، كانت ذنوبك مثل هذا غفر الله لك هذه الذنوب. وهنالك حديث آخر يشير إلى هذا المعنى، أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من رواية أبي هريرة، قال أبو هريرة جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور، يعني أهل الغنى واليسار أصحاب الأموال، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، بالدرجات العلى في الجنة والنعيم المقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال، يعني أموال زيادة عنهم، يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون بها ويتصدقون، ونحن فقراء ليس عندنا ما نحج به ونعتمر وليس عندنا ما نجاهد ونتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا أيها الأحبة، قال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، يعني إذا واحد سبقك تستطيع أن تدركه، تدركون به من سبقكم، مو بس هيك،
وتسبقون به من بعدكم، يعني كمان تنال السبق على هؤلاء الذين كما زعمتم أنهم نالوا الدرجات العلى والنعيم المقيم. يعني إذا بدك النعيم المقيم والدرجات العلى، حافظ على هذه الخصال التي سيعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. لا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى. فقال: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون الله 33. يعني هل هذه صاحبي أيها الأحبة؟ بعد كل صلاة لا تقوم حتى تأتي بهذه التسبيحات أو هذه الأمور الأربع: الاستغفار، اللهم أنت السلام، اللهم أعني، بعدين التسبيحات. كلهم على بعضهم ما بيأخذوا من وقتك 5 دقائق ولا 4 دقائق. كن يعني مع الله في هذه الجلسة من الذكر. هذه أيها الأحبة قد يستغرب البعض، معقول يعني نحن بهذه التسبيحات نسبق الذين سبقونا بالعطاء والخيرات؟ نعم، كيف لا نسبقهم، والله عز وجل أحب الكلام إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله، وهذه غراس الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي من الدنيا وما عليها، أو خير لي مما طلعت عليه الشمس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس فقط 4 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير له من الدنيا وما عليها. إذن أيها الأحبة، هذه أمور مهمة وضرورية بعد كل صلاة، افعلها ولك بذلك إن شاء الله رفيع الدرجات عند الله. وهذه التسبيحات قال عنها ابن عباس: من أحب أن يكون من الذين قال الله عز وجل عنهم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: فليحافظ على التسبيحات دبر كل صلاة، وليحافظ على أذكاره في صباحه ومسائه، أذكار الصباح والمساء. وهذه التسبيحات كفيلة أن تدخلك تحت قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الأحبة، أخيرا، هنالك ذكر خاص بصلاة الفجر أرجو الله سبحانه وتعالى أن نحافظ عليه، سواء صلينا في المسجد أو صلينا في بيوتنا. هذا الحديث عند الإمام الترمذي، وقال عنه: حديث حسن صحيح، وأهل الخبرة في الحديث يعلمون أن هذا من أعلى رتب الحديث عند الإمام الترمذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر صلاة الفجر وهو في شرطين وهو ثان رجليه لم يتكلم. بدك تتمك على الحالة التي كنت عليها في التشهد، ثان رجليه لم يتكلم، ما تكلم مع أحد، تقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما هي الثمرة أيها الأحبة؟ كتب الله له بها 10 حسنات، وفي رواية 10 حسنات مجيبات، أي مجيبات لدخول الجنة، ومحى عنه 10 سيئات، وفي رواية صحيحة 10 سيئات موبقات يعني مهلكات توجب نار جهنم، ورفع له 10 درجات. هذول 3 أليسوا كافيين بأن نحافظ على هذا الذكر 10 مرات، يعني لمدة 2 دقيقة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، ما بيجي شيء بيكرهه، وحرس من الشيطان،
ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. هذه الفائدة خطيرة وعظيمة، يعني لا يمكن لهذا الإنسان أن يفعل ذنبا يهدم ما فعله من الخيرات إلا أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. خير عظيم جدا، بس فقط بعد صلاة الفجر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله 10 مرات قبل كل شيء، بعد الاستغفار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله دقيقتين يا أخوانا، دقيقتين أو أقل، مع حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى كتب الله له 10 حسنات، محو عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. وفي رواية عند الإمام النسائي، وزاد على هذا الذكر بيده الخير. شو يعني بيده الخير؟ يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ولكن فيها ثمرة وفائدة عظيمة، قال وكان له بكل واحدة عتق رقبة من النار. عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة. يا أيها الأحبة، يوم القيامة إذا بدك تنجو من نار جهنم، الله عز وجل أعطاك الطريق، قال فلا اقتحم العقبة، يعني هذه العقبة التي تكون بينك وبين الجنة، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، يعني اعتاق رقبة. اعتاق رقبة واحدة تجعلك من أهل الجنان حسب الآية. طيب 10 مرات في 10 رقاب مؤمنة كأنك اعتقتها لله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، المطلوب بعد الصلاة 4 أمور. أستغفر الله العظيم 3، إذا كنت مستعجل كثير أستغفر الله العظيم أو أستغفر الله، وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات بكون أحسن. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم تقرأ آية الكرسي وتسبح الله التسبيحات، وبعد الفجر 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعد المغرب أيضا كمان 10 مرات، لكن لا يشترط فيها ثني الرجلين ولا عدم الكلام. وإذا قلتها من بعد المغرب بعث الله لك مسلحة من الملائكة، أي كتيبة من الملائكة مسلحين يحرسونك حتى تصبح. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أيها الأخ الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام البخاري، قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى. هلا أنتوا أجيتوا قبل صلاة الجمعة وخطبتها وصليتم وتنتظرون الصلاة، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث يروح وضوء، يعني تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الآن ملائكة حواليك، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يعني حتطلع من الجامع إن شاء الله ليس عندك ذنب. يقول الإمام الخطابي أحد شراح صحيح البخاري، يقول فمن أحب أن تغفر ذنوبه من غير حول منه ولا قوة بدون بذل أي جهد فليبقى في مصلاه بعد الصلاة جالسا. عود بعد الصلاة خليك قاعد برنتك، لا تقوم. لو ما ذكرت الله تصلي عليك الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإن ذكرت الله زاد لك الخير والأجر عند الله. اللهم أيها الأحبة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، قولوا آمين وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر.